أستاذ سفيان جلالي، هل نحن فعلا أمام مرحلة جديدة وربما العمل السياسي والنضال السياسي سيأخذ شكل جديد غير تقليدي في المستقبل القريب في الجزائر؟ نعم بالضبط، هذا اللي نتمناه وهذا اللي رانا نعمل من أجله. وخلينا يعني من المناهج القديمة والخطابات هذيك اللي حتى المواطن كره يسمعها، لغة الخشب هذه بركاونا منها. احنا المهم اليوم اللي عنده فكرة وعنده نية يحبط الميدان ولا يدير اللي عليه ويبركا ما يعطي الدروس الآخرين. حنا رانا نديروا اللي قادرين عليه، هذا ما قدرناش اكثر، اللي يقدر يدير اكثر واحسن حنايا يا خويا نساندوه. لحد الان حنا ما شفناش واحد اللي راه يتحرك، حنا رانا نديروا نقوموا بواجبنا، هذا واجب علينا نديروه، لان كل واحد الحظ تاعو في الدنيا هذا. ربما بعض الاشخاص كان عندهم حظ باش تكون عندهم امكانيات فكريه، امكانيات ربما شويه ماديه باش يقدر يتحرك ويقدر يساعد المجتمع. هذا هو يعني العمل اللي لازم نقوم به، نوعي الناس بالخطاب بالكلام ولكن كذلك بالمثل بالعمل، لان الاخوان ربما يشوفوا كثير من الاحيان يظنوا انه العمليه هي تقتصر على خروج في على الرصيف وشويه يعني الكلام وفقط. الحقيقه هي انه كاين عمل كبير نقوم به، وهذا منذ يعني سنين وسنين. الواحد لازم ينظم، لازم يكون، لازم نكونوا خطاب، لازم يكون عندنا تحليل حقيقي، لازم ما نغلطش في بعض الامور، لان الجزائر صعبه جدا، هذه بلد راها قطر، فهنالك يعني كثير من الاشياء حساسه جدا ما نقدرش يعني الانسان يروح لها مباشره بدون ما يكون عنده وعي وتحكم فيها. هذه هي الجزائر معقده، واللي يظن انه برمشه عين او بختم سيدنا سليمان الامور تتغير، هذا غلط. هنالك يعني سلطه متجدره وقديمه متحكمه في الامور، في اداره، في امكانيات قمع، في الى اخره، ولكن دائما كاين حل، دائما كاين طريق. المهم انه نتجه الى هذا الطريق ونطور الاسلوب العمل ونطور يعني حتى الاهداف نتاعنا باش نمشي خطوه بعد خطوه بدون ما نعاود كل مره نعاودوا الريب وكل شيء ونعاودوا من جديد. جميل. لازم ناخذ كل ايجابيات ونتعامل مع كل الناس بدون اقصاء تماما، والكل عنده الحق في هذه البلاد والكل عنده الحق باش يدافع على افكاره، ولكن هذا العمل لازم يكون يعني ممنهج، يكون مبني داخل مؤسسات. هذا هو الاقتراح. احنا في مواطنه نقولوا لا للعهده الخامسه، ولكن ليس كرها من الرئيس الحالي، احنا واش يهمنا هو تكون خطوه اولى لبدايه بناء دوله القانون، تغيير، نخرج من اللا نظام وندخل في النظام، لان رانا عايشين فوضى عارمه في البلاد، مؤسسات يعني ما بقاتش عندها قوه ولا هيبه ولا دور ولا فعاليه. ندخل في مرحله جديده ونبني حقيقه دولة جزائرية نفتخر بها، يكون عندنا يعني أمن، يكون عندنا اقتصاد، تكون عندنا إمكانيات باش الصحة تاع المواطن تكون مضمونة، نبني يعني علاقات داخل المجتمع من جديد، لازم نعاودوا نبنيوا حتى هيكل العائلة، ما بقتش عائلة في الجزائر يعني انحطت وانفجرت. كل هذه الأشياء من البعد المجتمعي، من العلاقات ما بين الناس، من يعني تفاعل آخر مع المؤسسات، كل هذا مشروع قوي، ولكن لازم شوية وقت باش نشرحوه للإخوان. وغلط من يقول أنه احنا في جيل جديد مثلا همنا هو تغيير رئيس ويجي واحد في مكانه، هذا تغليط تماما. احنا حاملين مشروع قوي جدا، رانا نحاولوا بشويه نبنيوه، لان حتى حاجه ما تجي في بسرعه. نعم، اكيد لازم تجي مع الوقت. نعم. وهذا اللي رانا نقوم به، ولكن يوميا ماهوش للمستقبل، اليوم والبارح، واحنا نعمل في هذا الاطار. اشكرك جزيل الشكر استاذ
سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد على هذه المشاركة معي، كنت ضيف